هو يكتب، هي تقرأ، هو يتكلم، هي تتكلم. البنت تكتب بالإسبانية. الرجل يقرأ بالصينية. المرأة تقرأ بالإنجليزية. الولد يكتب بالعربية. هو يكتب بالعربية، هي تتكلم الصينية، هي تكتب بالصينية. هو يتكلم العربية، هو يقرأ بالعربية، هي تقرأ بالصينية. الرجل يتكلم الإنجليزية. البنت تتكلم الإنجليزية. المرأة تتكلم العربية. الولد يتكلم العربية. هو يكتب بالعربية. هو يقرأ بالعربية. هو يتكلم العربية. أنا أقرأ بالصينية. أنا أكتب بالصينية. أنا أقرأ بالعربية. أنا أكتب بالعربية. هذا الولد من مصر. هذه المرأة من روسيا. هذه البنت من اليابان. هذا الرجل من أستراليا. الرجال والنساء والبنات والأولاد هم أناس. الكلاب والقطط والجياد هي حيوانات. هذا حيوان. هذا شخص. هذه حيوانات. هؤلاء أناس. الناس في مصر يتكلمون العربية. الناس في الصين يتكلمون الصينية. الناس في إسبانيا يتكلمون الإسبانية. الناس في أستراليا يتكلمون الإنجليزية. هذا الرجل من أستراليا، هو يتكلم الإنجليزية. هذا الرجل من البرازيل، هو لا يتكلم الإنجليزية. هذه المرأة من الصين، هي تتكلم الصينية. هذه المرأة من فرنسا، هي لا تتكلم الصينية. هذا الشخص يتكلم الصينية. هذا الشخص يتكلم العربية. هذا الشخص يتكلم الإنجليزية. هذا الشخص يتكلم الإسبانية.
أنا أتكلم الصينية. أنا أتكلم العربية. أنا أتكلم الإنجليزية. أنا أتكلم الإسبانية. هل تتكلم العربية؟ نعم، أنا أتكلم العربية. هل تتكلمين الصينية؟ لا، أنا لا أتكلم الصينية. من فضلك، هل تتكلمين الصينية؟ لا، أنا لا الصينية. لا، أنا لا أتكلم الصينية. من فضلك، هل الصينية؟ من فضلك، هل تتكلمين الصينية؟ نعم، أنا الصينية. نعم، أنا أتكلم الصينية. من فضلك، هل تتكلم الإنجليزية؟ نعم، أنا أتكلم الإنجليزية. من فضلك، هل تتكلمين العربية؟ نعم، أنا أتكلم العربية. عشرة أحزمة، ثلاثون كرة، خمسون ربطة عنق، عشرون كوبا، ستون قبعة، أربعون صحنا. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون. عشرون كوبا. واحد وعشرون كوبا. أربعة وعشرون صحنا. خمسة وعشرون صحناً. اثنان وعشرون كوباً. ثلاثة وعشرون صحناً. سبعة وثلاثون صحناً. خمس وثلاثون سلطانية. تسعة وثلاثون صحنا. أربع وثلاثون سلطانية. ست وثلاثون سلطانية. ثمانية وثلاثون صحنا. أربعة وأربعون، خمسة وأربعون، ستة وأربعون، سبعة وأربعون، ثمانية وأربعون، تسعة وأربعون. ثلاثة وأربعون. أربعة وأربعون. واحد وأربعون. أربعون. تسعة وأربعون. ثمانية وأربعون. سبعة وأربعون. خمسة وأربعون.
46 42 50 30 40 20 60 10 كم عمرك؟ عمري 45 سنة. كم عمره؟ عمره 30 سنة. كم عمرك؟ عمري 35 سنة. كم صحناً لدينا؟ لدينا 24. كم سلطانية لدينا؟ لدينا 45. كم ضيفاً هناك؟ هناك 30. هي تدرس الصينية. هو يدرس العربية. هل تدرسين الإسبانية؟ أنا أدرس الإنجليزية. هو يدرس الأولاد العربية. هي تدرس البنات الصينية. هو يدرس البنات الإسبانية. هو يدرس الأولاد الإنجليزية. أنا أدرس الصينية. هم يدرسون الإنجليزية. نحن ندرس الإسبانية. هو يدرس العربية. أنا الإنجليزية. أنا أدرس الإنجليزية. أنت الإنجليزية. أنت تدرس الإنجليزية. أنت العربية. أنت تدرس العربية. نحن العربية. نحن ندرس العربية. من هي معلمتك؟ السيدة لي هي معلمتي. من هو معلمك؟ السيد حداد هو معلمي. أنا أدرس الصينية. نحن ندرس الصينية. أنا أدرس العربية. أنا أدرس العربية. ريم. اسمي ريم. أنا العربية لكني
الإنجليزية. أنا أتكلم العربية لكني أدرس الإنجليزية. هذا معلمي، اسمه السيد حداد. اسمي لين، والداي من الصين. نحن نعيش في نيويورك. والداي لا يتكلمان الإنجليزية. أنا أتكلم الإنجليزية. أنا أدرس الصينية والعربية.